كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. بيت شعر قيل قبل قرون، وكأنه يتحدث عن حال أهل البصرة الذين تقبع تحت أقدامهم كنوز الذهب الأسود، بينما يقتلهم الفقر والعوز والحرمان والعطش، وتنهش أجسادهم الأمراض في سنوات عجاف. تلك المدينة الأغنى في العراق بل في العالم بما تضمه تحت ترابها من كنوز لم يرى البصريون منها سوى دخان ولهيب مبخرات التكرير في المصافي النفطية. رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي زار البصرة مؤخرا لبحث أوضاعها المنهارة، لكنه كالعادة لم يأتي بجديد، ما دفع المتظاهرين إلى محاصرة مقر إقامته ومطالبته بالاستقالة بسبب الوعود التي أطلقها ولم يتحقق منها شيء. لم يستطع الكاظمي ولا أسلافه حل معضلة البصرة التي تكمن في انهيارات أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية، حيث يحز في نفوس أهالي المدينة الألم كلما خطوا في شوارع مدينتهم التي تعاني الإهمال، بينما يقتلهم برد الشتاء ويلفح وجوههم المرهقة لهيب حر الصيف. فلا كهرباء ولا مياه صالحة للشرب، ولا عمل ولا مستشفيات تصلح لعلاجهم من الأمراض السرطانية التي أكلت أجسادهم بسبب التلوث الإشعاعي الذي خلفته الحروب. موقع المونيتور الأمريكي أكد أن حكومة الكاظمي مطالبة بإيجاد حلول عاجلة لمحافظة البصرة التي لم تعد خافية على أحد محليا ولا دوليا. أبواب كثيرة قال الناشطون والأهالي في البصرة إنهم طرقوها لوضع حد لمآسي المدينة، ولكن دون جدوى، في وقت لا تزال فيه التظاهرات المصرة على الاستمرار في البصرة ومدن العراق هي بارقة الأمل الوحيدة للإطاحة بهذا النظام الذي يتهمه العراقيون بإهلاك الحرث والنسل وسرقة خيرات البلاد.